رجعوا. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها، لا تنسوا تروحوا تشوفوا البرومو عشان تفهموا شو الحكاية وتشتركوا مرة واحدة. اللي ما لحقت معايا من بداية 2018 ترى لسه تقدر تلحق، تقدروا تشوفوا الروابط من فوق الأسبوع الأول والثاني والثالث، وشاركوني تجاربكم في هاشتاقات على تويتر. في آخر كل شهر رح أخذ معاكم بريك من الرياضة وتكون فرصة للناس اللي ما لحقت عشان تلحق، لكن رح أعتمد أنزلكم حلقات تثقيفية برضو عن الرياضة. حلقة اليوم حتكون عن النظافة الشخصية لما بعد الجيم. نعم يا أختي. أقول لكم شيء، الجيم هو واحد من أوسخ الأماكن اللي ممكن تتواجد فيها بحياتك، يعني مكان تدخليه تشمي فيه ريحة باب، تشوفي فيه مطر من العرق، تشوفي فيه بركة عرق، يعني ناس مفحطة من الآخر. وإذا شفتوني في الحلقات السابقة الثلاثة guys seriously I look like shit، بس دائما أقول I don't mind looking like shitty, sweaty at the gym but nice and sexy in a gown or something. خلونا نشوف كيف ننظف نفسنا بعد الورك اوت. أول حاجة تبتدي فيها نفسك وربنا يديكي خير نفسك. لا 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 لا، انتي وشك على الحمام على طول. حاولي ملابسك تنغسل من قبل حتى ما تجفي من العرق، وإياكي ثم إياكي تحطيها مع باقي الغسيل، دي بتكون مليانة ميكروبات وجراثيم وجرب. الحاجة التانية انك تغسلي شعرك بالشامبو وجسمك بالصابون، وما تنسيش ودانك لان الجراثيم بتعشعش فيها من البتاع بتاع السماعات، وما تنسيش الصرة وما بين الفخذين، وياريت تتوضي للصلاة مرة واحدة. قلبك عامر بالإيمان. ما تنسيش الترطيب أكيد بعد الشاور. ثالثا أدوات الجيم، عاوزاكي تنفضي الدفلي باج ولا أي باج انت بتعتمديه، امسحي السماعات وودان السماعات بالكحول أو الويبس وأي أدوات تانية عندك. نيجي للبروتين شيك كابس. بص كده بالصلاة على النبي، اوعك 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 تفكري تبيتي دايما من غير ما تغسليهم. كلنا نعرف ان البتاع لما بيبيت بتبقى ريحته وحشة قوي. اغسليهم زي البتي بطة ما بتعمل، بالمية والصابون واضرب يا معلم. وبعد كده اغسليها كويس قوي بفرشة الأسنان، أيوة بفرشة الأسنان عشان الحواف تنضف، لأن تراكم البروتين في الحواف هو اللي بيسبب الريحة المزعجة. عفارم عليك يا بت. الحركة السرية انك تبخري الكابس مرة أسبوعيا بالمستكة، أصل البت بطة مكة حقنا وحركات. إلى هنا أكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وشاركوا الحلقة مع صحباتكم البنات وتعزموهم على تحديات الأسبوع اللي فات والأسابيع الجاية. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تابعوني على تويتر وإنستغرام، وأشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.